تمزقات الكفة المديرة. يتكون الكتف من ثلاثة عظام: عظم العضد، لوح الكتف، والترقوة. الكفة المديرة هي مجموعة من أربعة أوتار وعضلات تشكل ما يشبه الكم لتثبيت مفصل الكتف وإبقاء الذراع في التجويف الحقاني، مع السماح له بالحركات في مختلف الاتجاهات. الجراب الذليل يحمي أوتار الكفة المديرة ويسمح لها بالانزلاق بسلاسة أثناء حركة الذراع. تمزق الكفة المديرة يعني أن واحدا على الأقل من أوتار الكفة قد تمزق جزئيا أو كليا، مما أدى إلى انفصال العضلة عن عظم العضد. تحدث هذه التمزقات بشكل شائع إما بسبب الإصابات المزمنة الناجمة عن الحركات المتكررة أو بسبب الإصابات الحادة. هناك نوعان رئيسيان من تمزقات الكفة المديرة: التمزقات الجزئية والتمزقات الكاملة. الأسباب: الإصابات الحادة الناجمة عن سقوط على ذراع ممدودة، رفع شيء ثقيل جدا. تشاهد التمزقات المزمنة بشكل شائع عند الأشخاص الذين تتطلب مهنهم رفع الذراع المتكرر، كما هو الحال عند الدهانين على سبيل المثال. يؤدي استخدام الذراع في مثل هذه الحالة إلى حدوث رد متكرر لعضلات وأوتار الكفة المديرة. المناقير العظمية، وهي نمو زائد للعظام يمكن أن يحدث نتيجة الحركات المتكررة. قد يزداد الألم سوءا عندما ترفع ذراعك إذا ضغط المنقار العظمي على الكفة المديرة. مع تقدمك في العمر يختل تدفق الدم إلى الأوتار، مما قد يؤدي إلى مدة شفاء أطول بعد الإصابة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يجعلك تنكس العضلات أكثر عرضة لتمزقات الكفة المديرة. التدخين أيضا يزيد من خطر إصابتك بتمزقات الكفة المديرة. الأعراض: الألم الذي يتفاقم مع رفع الذراع، تحدد مجال الحركة، ضعف في الذراع واليد. عادة ما يكون الألم أكثر شدة في الليل، مما يحد من قدرتك على النوم. التشخيص: سيسألك الطبيب عن أعراضك وكيف حدثت الإصابة وما إذا كان هناك ما يجعل الألم أخف أو أسوأ. سيقوم أيضا بإجراء فحص سريري دقيق. يمكن أن يطلب أشعة سينية بسيطة للكتف. تظهر الأشعة المناقير العظمية أو الأسباب المحتملة الأخرى لألمك كالتهاب المفاصل التنكسي. التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن أن يساعد في تحديد مناطق الالتهاب والتمزقات المحتملة. العلاج: تستخدم مضادات الالتهاب الأستيرويدية NSAIDs لتخفيف الألم، الثلج لتقليل الألم والتورم، إراحة الكتف المصاب واستخدام الوشاح لعدة أيام بعد الإصابة يمكن أن يساعد في تقليل الالتهاب والألم. يمكن أن تساعد تمارين العلاج الطبيعي لشد وتقوية العضلات حول الكتف في تخفيف الضغط على الكفة المديرة المصابة. في بعض الحالات يمكن استخدام حقن استيرويدات مثل الكورتيزون لتخفيف الألم والالتهاب. قد يوصي طبيبك بالعلاج الجراحي في التمزقات الشديدة إذا لم يتحسن الألم بالعلاج المحافظ والراحة، أو إذا كنت رياضياً أو تستخدم ذراعيك وكتفيك كثيراً في العمل. ترميم الكفة المديرة: عادة ما يتم تجذيب الوجه السفلي للأخرم وإزالة الرباط الغرابي الأخرمي. يقوم الجراح بتنظير القسم التالف أو المتندب من الوتر المتمزق. يتم وضع غرسات تسمى أنكرز لتثبيت الأوتار التي تم إصلاحها على العظم. ستقوم الغرس بعد ذلك بسحب الوتر فوق الجزء العلوي من رأس العضد وإعادة ربطه بمرتكزه الأصلي. إعادة التأهيل: في البداية يجب حماية الترميم لتأمين شفاء الوتر واندماله. ولمنع ذراعك من الحركة سترتدي وشاح ولن تستخدم الذراع في أول 4 إلى 6 أسابيع بعد العملية. سوف تجري التمارين النواسية في المنزل خلال 6 أسابيع الأولى 4 مرات في اليوم. في معظم الحالات تبدأ تمارين الحركة المنفعلة في غضون 4 إلى 6 أسابيع بعد الجراحة.
في هذه التمارين يقوم معالجك بالإمساك بذراعك وتحريكها في أوضاع مختلفة. بعد 8 إلى 12 أسبوعاً سيبدأ معالجك بإجراء تمارين التقوية. سيساعدك العلاج الطبيعي على استعادة قوة الكتف وحركته، وسيستغرق 6 أشهر على الأقل لتحقيق العودة الكاملة أو شبه الكاملة للنشاط الطبيعي. لا يسمح لك بقيادة السيارة طالما كتفك مثبت بالوشاح، لذلك ننصحك بعدم القيادة لمدة 4 أسابيع على الأقل. يسمح بسباحة الصدر بعد حوالي 4 أشهر، ولكن لن يسمح لك بالسباحة الحرة إلا بعد عام من الجراحة. لا يسمح برفع الأشياء الثقيلة أو النشاط الذي يتطلب رفع الذراع فوق الرأس لمدة